ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا هاتفين الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. بعد التحية دكتور وليد، زيارة هامة تأتي في وقت هام وتأتي أيضا في ظل ظروف اقتصادية عالمية تعاني منها الدول كافة، كيف يمكن أن تستثمر مصر هذه الزيارة اقتصاديا من وجهة نظرك؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبكل مشاهدي القناه الاولى، واسمحي لي في البدايه اقول ان هناك علاقات طيبه جدا ما بين الدوله المصريه والدوله اليابانيه، والشعب المصري يشهد اللمسه اليابانيه في حياته، يشاهدها في مشروع خط المترو الذي بيتم انشاؤه حاليا في الاوبرا، وهو مبنى تاريخي كان مقدم كهديه من الشعب الياباني الى الشعب المصري في نفع الشهيد احمد حمدي، في الكثير من المشروعات الثقافية، في مستشفى أبو الريش للأطفال التي قدمتها اليابان هدية، فهناك تاريخ طويل من التعاون. هناك أيضا حجم تبادل تجاري كبير ما بين مصر واليابان نما خلال 2021 ليبلغ 1.4 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار في 2020. الصادرات المصرية لليابان سجلت خلال 2021 يعني نحو 350 مليون دولار بنسبة زيادة 7% عن عام 2021. مصر لديها يعني عمليات تبادل تجاري، مصر بتصدر لليابان الفراولة والبصل والحبوب والسمسم والسجاد والملابس والكثير يعني الكثير من الأجهزة، حتى الأجهزة بعض الأجهزة الكهربائية. أيضا الواردات المصرية بتتركز في اليابان من السيارات والأجهزة ومكونات الأجهزة الكهربائية ومنتجات الدرفلة وبعض أنواع الأسماك. هذه العلاقات المتشابكة التي يضاف إليها استثمارات يابانية في الكثير من القطاعات المصرية، سواء في مجال السيارات أو الأجهزة الكهربائية أو غيرها، كل هذه العلاقات المتشابكة بتجعل هناك بعدا عاطفيا ما بين الشعوب، هذه المودة التي تربط ما بين الشعوب، وهذه العلاقات المتشابكة التي تؤسس لمزيد من التعاون، لمزيد من الانطلاق. على ذكر دكتور وليد، على ذكر الاستثمارات والمزيد من التعاون، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن ضخ استثمارات يابانية مصرية في الآونة القادمة، كيف ترى هذه الاستثمارات وإلى أي مدى من ممكن أن تخدم هذه الزيارة اليابانية إلى مصر في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر؟ طبعا الاستثمارات اليابانية في مصر والتي ارتفعت خلال 2021 بنحو 74% واللي بتتركز في مجالات الإلكترونات والسيارات وغيرها من القطاعات كالصناعات الهندسية والصناعات الدوائية والزراعة والصناعات الغذائية والتأمين والاستثمارات، هي مؤهلة لانطلاقة كبيرة جدا. بالتالي فإنه دائما السيد الرئيس ما يركز على هذه الأمور التي تدفع الاستثمارات إلى مزيد من النمو ومزيد من التطور، فنمو العلاقات مع اليابان يدفع إلى مزيد من التطوير، سيما في وجود مجلس لرجال الأعمال المصري الياباني الذي ينعقد باستمرار. أيضا اليابان هي كانت سوق مهم لطرح السندات المصرية والتي تم طرحها في السوق في أسواق المال اليابانية لأول مرة بقيمة 60 مليار ين ياباني بنسبة عائد، كان عائد جيد جدا يعني حوالي أكثر شوية من 0.5% لأجل 5 سنوات. كل هذه الأمور بيكون مهم جدا ان احنا انه يتم البناء عليها. انا شايف ان كمان استهلال الرئيس الوزراء الياباني في جولات الافريقيه ان يكون في مصر هو تعبير عن مكانه مصر، وهو رغبه في تطوير تلك العلاقات، فاننا نرصد هذه الرغبه المشتركه ما بين القياده السياسيه في مصر واليابان نحو تطوير هذه العلاقات، فلهذه العلاقات التاريخيه تؤسس لمزيد من التطوير، لمزيد من جذب الاستثمارات في وقت بيتم فيه إعادة هيكلة سلاسل الإمداد على مستوى العالم. بيكون مهم جدا لمثل هذه اللقاءات ومثل هذه الاجتماعات أن يتم بحث
إلى أي مدى وصلت العلاقات، وما هي التحديات القائمة وكيفية تجاوزها؟ لقاء مهم جدا، بيعبر عن قيمة الدولة المصرية ومكانتها واقتصادها الثابت الذي أكيد. نجد اليوم ضيفا على مصر رئيس الوزراء الياباني. نعم بالأمس كان في ضيافة مصر المستشار النمساوي، بالتأكيد. جميعها زيارات بتعبر عن قيمة مصر وقدر الدولة المصرية واقتصادها وتشابكاتها أكيد دكتور الاقتصادية وليد، مع أكيد. دول العالم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.